شفت بقى ان مركزك عندك اهم من الحب. لا أبدا، لا ده واجب وطني، وزي ما انت عارفة ان الوطن فوق كل شيء. الوطن ولا يعني الوطن والشغل، يعني كله في سبيل الوطن بيهون. أمال فين الحب بقى؟ يا فتنة، الحب ده حاجة تانية خالص، ليه عرش لوحده. المهم قلت ايه؟ في ايه؟ في مشروع جوازنا؟ مشروع؟ أوام يا باشا، عملت مشروع. ويا ترى بقى رصدت له ميزانية قد ايه؟ لازم تعرفي يا فتنة ان انا اي طلبات تطلبيها انا تحت امرك وهنفذها على طول. خلاص اديني وقت افكر. طب قدامك اسبوع. يا اسبوع؟ ده انت مستعجل قوي يا باشا. ايوه، ما انا زي ما قلت لك ان في عندنا في الشغل قلق وتغيير المراكز القياديه والحاجات دي، بس على فكره عايزك تركزي معايا قوي، ومعايا انا بس. معاك انت بس. وتغيير كده بقى انا قدرت افهم انت مستعجل لي. يعني يا بابا هتسكت لهم؟ يعني عايزني اعمل لهم ايه؟ بقول لك الراجل ده ضربني وبهدلني وطردني من مكتبي قدام الناس، وانت مش عايز تعمل اي حاجه؟ ايه يا بابا؟ ده انا هطق وافرقع لو ما خدتش بطاري. ما انت غلطان. ازاي تضرب البنت؟ انا مش قادر افهم انت جبت الاخلاق الرديئه دي منين؟ الاخلاق السيئه دي جبتها منين؟ ورثتها من مين؟ يعني تروح تاخد بنت من اهلها وتتجوزها عشان تعيشوا مع بعض متهنيين، تقوم تضربها وتهنها؟ مين ادالك الحق ده تعمله مع اولاد الناس؟ يا بابا انت عارف كل حاجه، بنت هقاني ومأكد عليا عيشتي. هاي طبعا لانها بتحبك وتغير عليك. اي ست محترمه بتحب جوزها وعايشه معاه المفروض تبقى متهنيه، لازم تغير عليه، خصوصا انها شايفاك عمال متسمع في كل حته مع ناس اشكال والوان وستات غريبه المنظر، مش عارف يجيبهم منين دول. بابا دي حياتي وانا ما اقدرش اغيرها. خلاص يا حبيبي، خلاص يا ضنايا، ما دام انت شايف ان انت لازم كنت تعيش كده حر طليق كتير مغرد على كل مستهلين زهره، ما كنتش اتجوزت من اصله. يا بابا كل اصحابي المتجوزين بيعملوا زي واكتر. امثله سيئه، امثله رديئه. اختار لي امثله غريبه بالمجتمع. ما المجتمع مليان ملايين. ملايين ايه؟ ملايين جمال طيبين عايشين مع بعض في حب ووئام، بيحبوا بعض، يحترموا بعض، بينهم من بعض موده ورحمه. يا بني ادم اسمع يا ولد، انا بقول لك اهو، البنت دي بالذات لو انت اصلا سبتها عمرك ما هتعرف تعوضها، خصوصا وانت عارف كويس قوي انها بتصرف عليك. تصرف عليها انا بابا؟ لا، المكتب بتاعي بيدخل دخل كويس قوي وانا مش محتاج لفلوسها. ضحكتني، قلت نكته عاليه. ايه هنضحك على بعض ولا ايه؟ انت مش عارف مين اللي عمل لك المكتب ده؟ حتى انت كمان يا بابا. اشرب قهوتك يا رؤوف بيه. شكرا. طبعا حضرتك عارف انا جاي لحضرتك ليه. يعني ده احنا اهل يا رؤوف بيه، والمحل محلك. صراحه كده انتوا ناس ونعم الاصل ونعم الاخلاق، ربنا يديم المعروف. نتكلم في ايه؟ موضوع حمدي وفاطمه. تحب تشرفني في البيت الساعه كام؟ ما خير البر عاجله. لا يا رؤوف بيه، هنا محل اكل عيش، والزبون اللي بيخش ده ليه حق عليا، يعني مش هبقى مركز معاك، ناخد وندي مع بعض. وما تاخذنيش، ده مستقبل بنتي، لازم اكون مطمن عليها في كل حاجه. طيب تحب حضرتك اجيلك ولا تجيلي؟ ومين اللي غلط في التاني يا رؤوف بيه؟ اجيلك امتى يا حاج؟ ماما ماما يا ماما. صحيح يا ماما، عمي رؤوف جاي النهارده بالليل. يا اختي ومالك فرحانه قوي كده ليه؟ اصلا يا ماما اشتقت لعلا حمدي. بس يا بت بس يا بت احسنوا معضك والله العظيم. ماما
شايف البنت ام سنه طويل تعضيها ده ايه تعضيها ده ايه انت خلاص اتسعرتي اي حد ماشي بتعضيه مالك فرحانه كده ليه استني لما المخفي عمك ده يجي وشوف هو وابوك هيتكلموا يقولوا ايه خلاص عليك يا ماما ما تقوليش على عمي رؤوف كده ده زي السكر عسل عسل اسود ومنيل وابنه يا اختي ما طلعلوش ليه والنبي يا ماما مالكيش دعوه بحمدي بقى انا مجنني يا بطه انت بتدافعي عنهم كده ليه بس يا بنت اسكتي ماما بقول لك ايه والنبي يا ماما الله يخليكي ما تخليش تيتا هنيه تتدخل في كل حاجه لما الناس تيجي كده اهو لحسن انا حاسه انها لو اتدخلت هتبوظ الدنيا الناس تزعل مننا ياه وانت خايفه بقى على مشاعرهم قوي كده اسكتي على العموم هي هتبقى قاعده رجاله ايه اللي هيودي هنيه هناك ولا تصدقوا دي هنيه اتجننت خالص ممكن تخش في اي حته عايزه حاجه يا امو ايوه 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 ايه خير عني عني اي 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 طب معلش ارفع ايدك بشويش بس ايوه ماشي تسلم ايدك بلسم بلسم تسلمي ربنا يحميك ويخليك لي عايزه ايه اسمع المهم بقى اوعى الراجل ده يعومك على عوم ولا يغرقك اذا كانوا عاوزين يرجعوا يبقى المشروط محطوط شكاليته اوعى تكون لين معاه في الكلام اديلهم المنق خيار ونحجر لك في الكلام كعبينه اه ايه يا خالتي هنية المتنية مالك بقيتي شهرانية كده ليه؟ مفيش يا حبيبتي أحسن من التفاهم والبنت عايزة تتصالح قالت كده بخطرها ولا خايفة من حماتها؟ طب انتي بقى مشفتيهاش امبارح لما اتقمصت وقامت من كلامك اللي في الخير يقدمه ربنا احنا كل يهمنا مصلحة البنت أي لكن الواد حطك فوق دماغه وزاع ده بيشتمك يا عبودة في ايه؟ فار يلعب في شنب ايه؟ سبع معلش المسامح كريم المسامح ده لو سامحناه هيركبنا المره دي بيشتمك المره جاي يعمل ايه يضربك قطع ايده سيبوني بقى عليه لا 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 خليكي لا ما تلاقيش يعني صعب حد يمد ايده عليا عشان خاطر ما تعليش صوتك لحسن ابوه جوه خش له بقى يا احسن ده بقى له بطه قاعد جوه قدمت له حاجه طبعا ما هنسيبه قاعد كده طيب اكلتي خفيفه وما بخافش من حد طيب يا نجوى مش عاجبك كلامي ولا عالية نجوى ولا مش نجوى يا خالتي دي فاطمه 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 بنت سالم الفرارجي فراخ وحشه بياكل الفراخ رده هو مين اللي جوه يا عائشه الحقيقه يا حاجه انا مش جايه كابر ويعني ادافع عن ابني لا انا جاي اقول لحضرتك ان فعلا ابني غلطان غلطان جدا وبعدين غلطان في حقكم وحق بنتكم كمان وانا قلت له انت ما تسعيلش البنت دي ابدا غلبتني بكرم اخلاقك رؤوف بيه وانا تحت امرك في اي طلب تطلبه الله يخليك الله يكرمك عموما اللي حصل ما بين فاطمه وحمدي ده امر عادي بيحصل كتير بين اي زوجين بيتجوزوا في الاول لسه مش فاهمين بعض انما الحب بقى والحياه والتجربه بتاعت الحياه ومشاكل الحياه بتخليهم هما الاثنين يدوبوا يبقوا فرد واحد ولا انت ايه رايك يا حاج الكلام ده لما تكون الخلافات بسيطه لكن ابنك حمدي بيعرف ستات والعياذ بالله ماشيين على حل شعرهم وبيكلموه في التليفون لما البنت تعترض يضربها ويقول لي ادبه عليها لا هنا لازم يقف عند حده ولا انت ليك راي تاني لا انا رايي من رايك يا حاج بس انا بديت كلامي مع حضرتك قلت لك ان فعلا ابني هو الغلطان والولد نفسه والله الولد نفسه اعترف لي وقال لي يا بابا فعلا انا غلطان وهو ندمان على كل حاجه عملها مع بنتكم عشان كده انا جاي طمعان في كرم حضرتك وسعه صدرك انا ما عنديش مانع بس لازم ناخد راي البنت هي صاحبه الشأن هي اللي هتعيش معاها مش احنا اه بس انت عارف حضرتك ان هما بيحبوا بعض قوي بس هو الشباب بقى بصراحه انا مش شايف غير حب من طرف واحد البنت هي اللي بتحبه ابنك ده لو بيحب مراته بجد ما كانش قدر يبص لواحده غيرها عندك حق يا حاج الحب ده جميل بيعمل معجزات انا قبل ما اتجوز المرحومه ام حمدي كنت عايش معاها في قصه حب جميله جدا كنا طايرين بالحب وبعدين سافرت سنه اعمل شغلانه وارجع رجعت لقيتها مخطوبه كنت هتجنن طبعا ما هديتش بقى الا لما اتفسكت الخطوبه بتاعتها يا سلام يا سلام على قصه الحب اللي احنا عشناها انا لغايه دلوقتي مش لاقي اي واحده تسد مكانها في قلبي ربنا يصبرك يا رؤوف العيال دي لازم تعرف ان الحب بيطهر النفوس وبيحمي الواحد من الغلط يلا ربنا يوفق الجميع يعني خلاص الاولاد هيرجعوا لبعض ما انا قلت لك لازم اخد راي البنت طب يا ريت اعرف قبل ما امشي يعني نديها فرصه عشان تفكر براحتها
خير البر عاجله. عشان خاطرك رؤوف بيه استأذنك. تلاقيكي كنت واقفة ورا الباب وسمعتي كل حاجة. أنا يا بابا؟ لا أبداً، أنا ما سمعتش أي حاجة. أنا اللي سمعت إياك. المهم قولي لي، أنا عايز أعرف رأيك بصراحة. أنا موافقة يا بابا. موافقة على إيه يا بنتي؟ مش تستني ما أكمل كلامي؟ هي قصدها يعني يا أخويا موافقة على اللي أنت هتوافق عليه طبعاً. لا ملهاش دعوة بيه. أنا عايزة تقول لي بصراحة هي عايزة إيه وأنا هنفذه لها. في إيه يا عايشة؟ نعم. هو إحنا إيه النهاردة الوقفة وبياخدوا العيدية ولا إيه؟ لا يا خالتي. ده الظاهر انهم بياخدوا راي عبده في حاجه كده. هما بيحطوا الراي دلوقتي في حاجه؟ وياخدوا رايه ازاي؟ هياخد راي العيال؟ ما الكبيره قاعده. جرى ايه عبوده؟ عبوده راي مين اللي تحته وانا قاعده؟ الله اكبر الله اكبر. احنا مالنا؟ ما تيجي نلعب لنا كده دورين طاوله. طاوله ايه؟ احنا مالنا ازاي؟ ده احنا جيران والجار للجار يا اختي. جيران ايه يا خالتي؟ ده بيتكلم مع اولاد بهيه. وبعدين احنا مالناش دعوه زي ما قلت لك. الراي راي فاطمه، توافق ما توافقش ركزي بس انت في السجاده اللي في ايدك وخلصيها احسن. انا مخي فوت. مش عايزه تتجوزه ليه؟ خلاص يتجوز نجوى، ولا اقول لك خليه ينفع اي بنت تاني؟ وانا هحطه في التلاجة يا خالتي. يا ساتر يا رب. يا عبده ابوس ايدك اخويا. تعال شوف امك. قولي لي ده اخر كلام ومش هترجعي فيه تاني؟ لا يا بابا مش هرجع فيه تاني. متأكدة؟ مبسوطة بإيه يا أختي؟ مش قلتلك يا حاج إنهم بيحبوا بعض وعايزين يرجعوا لبعض. نقرأ الفاتحة بقى. بس قبل ما نقرأ الفاتحة ليا شروط. ابنك يوافق عليها أرجع له البنت، ما يوافقش نفضل حبايب. وأنا موافق على كل كلمة قلتها. أنا عارف إن حضرتك عايز تطمن على البنت، وأنا كمان عايز ابني ما يغلطش تاني مع مراته، وعايز هما الاتنين يعيشوا زوجين سعداء مع بعض خالص. وفي نفس الوقت انا مش مستعد اضحي بالنسب بتاعكم باي شكل من الاشكال. وانا حطيت الشروط دي لاني ما عنديش استعداد اضحي بنسبكم برضو. ولو جالي ابنك في يوم من الايام وقال لي يا حاج انا مش قادر استمر مع بنتك، اقول له خلاص يا ابني عداك العيب، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ربنا يخليك لينا يا بابا الحاج. انا هروح احضر شنطتي بقى. تعالي. شنطه ايه اللي انت مستعجله تحضريها؟ الراجل لحق يروح عشان يقول لي ابنه على شروطنا. ايه ده؟ يعني هو لسه هيروح عشان يسال حمدي؟ يا فاطمة يا فاطمة يا بنتي اركزي شوية واعملي لك شخصية. عمتك معاها حق. أنا عايزك تتقالي وتركزي ويبقى لك شخصية قصاد جوزك. يا بنتي ما تبقيش مدلوقة عليه قوي كده. الله، طب اشمعنى يعني ماما مدلوقة على حضرتك يا بابا الحاج؟ مامة مين؟ هي ماما كانت طول تتجوز واحد زي ابني؟ هو في كان حد معبرها؟ انتي بتقولي خدي الكرة بتاعتك اهي. كملي يا بنت السجادة. كده هيوعي بطني كده. عمر ماما مش كانت حياة. يا أولاد بس اعملي يا أولاد بس. هجيب لكم بطاطا. خلاص شفتي شفتي عملت ايه الموكوسه؟ هو في حد زي ابني؟ هو كل من خلفه عبد الرحمن اسم الله عليه ده الموكوس عبد الفتاح ده خيب الحظ. ضفره ما يساويش زي ابني عبد الرحمن يساوي. ده المقص ما يجلوش. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. عبد الفتاح ده جوز زهره، حمدي هو جوز فاطمه، فاطمه اللي هي دي. ما توقعيش الاخوات في بعض بقى. ابو سيدك امال العريس اللي جوه ده هيتجوز مين؟ جاي لعبد الرحمن. والله انت غريبه، حد يطول جوازه زي دي يا فيفي؟ انت اكيد اتجنيتي. كل ده ما يهمنيش، انا اهم حاجه عندي الحب. لسه قلبك متعلق بالعطار؟ ولا هيقدر ينساه. والله انت حالك بقى يغيظ. بقى تبقي حرم جلال بيه ولا حرم عبده العطار؟ انت مش فهماني يا ريري، انا مش محتاجه لا جاه ولا مال. امال محتاجه ايه؟ لما الراجل قالك انه بيحبك. لا ده بيحب مصلحته لانه فاكر ان حقيقي صاحبة كرامات. طب وش معنى بقى هو اللي جالك غيره ما جالكيش ليه؟ لان جلال بيده ما بيحبش غير نفسه، واهم حاجة في حياته انه يفضل في مركزه. انا بتهيالي ان الراجل ده لو سحب الكرسي اللي هو قاعد عليه من تحته هيطب ساكت. يا لهوي قطعت الكراسي وسنينها. يعني يا بابا هياخد عليها وصل امانة؟ معلش يا ابني ما هو لازم يضمنوا حقوق بنتهم. قول لي هو المكتب اللي عمله لك ده يسوى له كام دلوقتي؟ يعني يا بابا هيفتحوا لي المكتب تاني ولا لا؟ عارف لو كنت تعاملت مع بنتهم وعشت معاها بموده ورحمه وبما يرضي الله مش كانوا عاملوا لك مكتب؟ لا دول كانوا عاملوا لك شركه. ثم دلوقتي خوفتهم منك، لازم يضمنوا حقوق بنتهم. وايه تاني يا بابا؟ مفيش سهر ولا خروج مع اصحابك الشله البايظه اللي تعرفهم دول. يا بابا يا حبيبي دول اصحابي من زمان
أصحابك؟ دول صيع، دول أصحاب السوء، أصحاب الندامة، دول كانوا أصحابك لما كنت صيع زيهم زمان. لكن أنت دلوقتي راجل متجوز وعندك بيت، وبعد شوية هتخلف، هتبقى راجل متجوز عندك بيت ومسؤول عن عيلة. والرجولة إنك تحب بيتك، تحب ولادك، تحب مراتك، إنك تحسسهم إنهم عايشين معاك في أمان، تعشش عليهم، تضلل عليهم، هي دي الرجولة. وأنا نفسي يا حمدي أحس فعلا إنك بقيت راجل. في شروط تانية يا بابا؟ مش مهم الشروط، المهم الإنسان لما يحس بغلطه يراجع نفسه ويعترف بغلطه، مش عيب. ربنا يهديك يا ابني. ألو، مين؟ فيفي؟ يا أهلا وسهلا. لا وحشاني بجد. حقيقي دايما على بالك يا عبدو. تسلم لي يا حبيبي. أنا عايزاك يا عبدو. لا عايز أقعد معاك واخد رأيك في موضوع مهم. معقولة تاخد رأينا؟ ده أنت كبارات البلد بيقولك عشان ياخدوا رأيك يعملوا إيه وما يعملوش إيه. أنا مش عايز أجي. ربنا يعلم أنت وحشاني قد إيه. للدرجة دي الموضوع مهم؟ أيوة موضوع مهم. عايز أعرف مصيري ومصيرك هيبقى إيه. لا لا هجيلك هجيلك. لا خلاص مع السلامة. مصيرها ومصيري كامل. نعم يا حاج. خلي بالك. حاضر. عندي مشوار كده ياخد له ساعة ونص، لو الحاج محمد المجالي جه خليه يستناني. عينيا. حاضر. مع ألف سلامة يا حاج، في حفظ الله. اتفضل يا عبدو. تسلم ايدك. قد ايه لما بشوفك بحس انك بتوحشني، يا ريت ما تبعدش عني كتير. غصب عني يا فيفي، يعني انا كمان نفسي اشوفك دايما، بس الشغل بلع كل وقتي. ده حتى مراتي ما بتشوفنيش من ساعة منزل الصبح لما برجع بالليل. لا بتشوفك كمان بالنهار. قصدك ايه؟ قصدي يعني انك متعود ترجع البيت عشان تتغدى. فعلا. طب انت عرفتيها ازاي؟ اخبارك كلها بتجيني من مشيه جواسيس ورايا. لا يا سيدي، انت ناسي ان انا الشيخه فتنة، يعني مكشوف عني الحجاب. طبعا طبعا. يعني عايزك بقى يا عبدو تاخد بالك من تصرفاتك كويس، لا تروح كده ولا كده، لان كل حاجه هتعملها هعرفها. انت عارفه طول عمري ماشي دغري. قولي لي ايه الموضوع المهم اللي متعلق بيه مصيري ومصيرك؟ شوف يا عبدو. الو. هاي يا فندم. لا ست الشيخه لسه نايمه. سوري يا فندم، معلش امبارح كان عندها شغل كتير. طيب طيب، تقدر حضرتك بتكلمها مثلا بعد ساعه؟ حاضر يا فندم، حملها. مرسي يا فندم، مع السلامه. هو الراجل ده عايز منها ايه؟ عاوز يتجوزني. وانت رايك ايه؟ ما كنت سالتك. وانا دخلي ايه بالموضوع؟ دخلك ايه؟ لو ما كانش انت ليك دخل في حياتي، امال مين اللي يبقى له دخل؟ وقال لك زماني متجوزه من زمان. فيفي انت عارفه ظروفي كويس، وانا يعني لا يمكن اتجوز على مراتي. عبدو بتحبها اكتر مني. موضوع مش موضوع حب. انا سبق وقلت لك اني ساعه ما اتجوزتها وعدتها اني ما اتجوزش عليها. يعني مفيش امل؟ انا عمري ما فكرت اني اطلق مراتي. يعني انت شايف ان انا اقايس ووافق على الجوازه؟ برضو مش من حقي اقول لك او لا. امال من حقك ايه؟ من حقي اقول لك فكري كويس. من حقي اقول لك لازم يبقى لك زوج يحبك وتحبيه. من حقي اقول لك لازم يبقى عندك اولاد يملوا عليك حياتك ويبقوا جنبك وانت كبيره.
فيفي انت ما تعرفيش انا بتمنى لك الخير قد ايه، ونفسي اشوفك دايما مستوره وسعيده. هاي يا جلال بيه، ازاي صحتك؟ ان شاء الله تكون بخير. ايوه يا فندم، هي هنا موجوده. ايوه ايوه يا جلال بيه. انا موافقه. يعني انت شايفه انها ممكن تخدمني؟ بس اوعى تقول لها حاجه على اخوك. انا مش فاهم الوضع، عبده ده عامل لها ايه؟ ويا ريته بيحبها، يا ريته بيحبها زيي. الموضوع اللي كنت عاوز تلبسه له، كانت ناويه تحفر لك حفره ما تقومش منها لولا الحاج اخوك، هو اللي قالها ان سامح كريم. انا مش فاهم الوضع، عبده ده دايما كده يطلع على حق. قالها جازيك يابا، ليه بس تتجوز على امي؟ ابويا ماله؟ ابويا ملوش ذنب، الذنب ذنب امي، هي اللي جوزته ام الواد عبده ده. حكمه ربنا بقى. المهم دلوقتي انت فكري معايا كده، احنا نستفيد ازاي من جوازه صاحبتك دي؟ ولو ان لسانك طويل وما تستاهلش، لكن انا برضه تحت امرك. شوفي بقى، انا عايز احتكر كل اصناف العطار في البلد. ارمي بياضك وانت تنين مرادك. شوفينا على التليفون الاول. يوه، الواحد مش عارف يتهنى بفنجان القهوة. الو، ايوه يا مصلحي، موجود. ايه يا زفت، انت ازاي تكلمني هنا يا زفت الطين؟ انت دوغت هتولد؟ طب ما تولد، هعمل لها ايه؟ هولدها يعني؟ خليها اخي تكلم الدكتور ولا تكلم حد من اخواتها، انا مش فاضي، انا عندي شغل. هعمل لها ايه يعني، هولدها ولا هولدها؟ انت مراتك حامل؟ ايوه ستي، في الواد الرابع. وفرد جد بيت صلى الله ولا فالك يا اختي. استر يا رب، يا رب جيب العوائل سليمه يا رب، يا رب يا قومي بالسلام يا دهي يا رب. خير يا عيش؟ خير خير يا خالص، ما هي خلاص بقيناها هتولد. وماله شيعه، جيبه مفرج الدايم. مفرج ايه بس، دي محتاجه للدكتور بتاعها، تعبانه تعبانه يا خالتي، انا هتصل بيه. يكبر بخاطرك يا بهية يا بنت زكية، وتجيبي لي الولد. المرة دي بقى هتبقى ثلاثة يا بابا. تعبانة أول الدرجة دي؟ طب أنا جاي حالا. يا كامل. أيوة حق. خلي بالك أنا رايح المستشفى. خير يا حق، ربنا ينتعها بالسلامة يا رب. خير يا دكتور؟ الحمد لله خلاص بنت. أكبر بخاطرنا، جابت إيه؟ بنت تاني قصدي سابع. تتربى في عزك يا عبد الرحمن. يا حق عايزك لو سمحت. أنا غزلت الطاقية، هقلبها طرحة بقى. قلبي مش مطمن على ماما. ليه يا زهرة حبيبتي؟ ما الدكتور طمنا وقال انها ولدت بألف سلام. يا حميتي، امال هو خد بابا بيتكلم معاه في ايه؟ مالكوا يا بنات خايفين ليه؟ ما انتوا ما شاء الله بقيتوا سبعة اهو، وهتبشروا على امكم، مش كفاية اللي هي فيه وجابت لنا بنت؟ ايه هو مرات مالهم بقى؟ حلوين حلوين قوي، بس لما بيكتروا بيحمضوا. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. تتربى في عزك يا عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي أبويا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. جميلة يا عبدو. إيه؟ سامحني يا عبدو. سامحك على إيه؟ عشان ما جبتلكش ولد. ده كلام تقوليه؟ بقى أجيب لي الجمال ده كله، أقول عايز ولد؟ أيوة أنا عايزة ولد. أنا عايز البنت يا أم. واللي جمالها ده هسميها جميلة. جميلة إيه بس يا بابا؟ في اسماء تانية احلى بكتير، اسماء على الموضه ستايل. الاسماء بقت على الموضه زي الهدوم والجزم. ايه اسماء على الموضه ايه؟ بيكي ونام نبشر عليه، ولا مهوتاب دي يا اختي؟ ابوها يسمي اللي يعجبه. مش بدل ما تقولي نسميها هنيه تاني يا خالتي؟ دلوقتي احنا عندنا هنيتين في البيت. ايوه
هنيتين في الراس توجع، وبعدين هنية التانية دي مين؟ يا ستو يا ستو الرحمة، في اتنين هنية، حضرتك يا ست واحدة واختنا هنية التانية. شفتي لو كانت جابت واد ما كنتش اتلخبط. سم يا أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. كبري لها ابو ابنها. تعالي عيشة عايزك. حاضر اخويا. الله اكبر الله اكبر. بسم الله من شر خلق الله. تيجي والفرح وياه وتقولي للشر يبعد. الله اكبر الله اكبر. يا لهوي يا عبد الرحمن، الدكتور قال لك كده يا اخويا؟ مش عايزك تجيبي سيرة لحد. طب ما قالكش انها هتخف وتبقى كويسة؟ وقال انه هراعيها ليل ونهار، عشان كده انا عايزك انت اللي تقعدي معاها وخلي الجوا دول يروحوا بيتهم، واللي عايز يجي يشوفها بيجي يشوفها وقت ما يحب، لحد ما ربنا ياخد بيتها. يا رب تقولي بالسلامة يا بهية يا ابني ذكية يا رب. بس امك يا عبده مش هترضى تمشي. مش هترضى؟ امال مين اللي هيقعد مع البنات في البيت؟ يعني عايز تتجوزني عرف يا حبيبتي؟ ما هو جواز العرف جواز برضه. لا ده زي ما يكون اتنين عاملين عاملة، يعني جواز خوف، وانا احب اللي يتجوزني يتشرف بيا. ايوه بس انا حكيت لك قبل كده ظروفي. انا مالي بظروفك وجواباتك؟ ليك غرض تتجوزني رسمي؟ اهلا وسهلا. مالكش غرض؟ احنا برضو حبايب. طب ايه رأيك لو نبتدي عرفي وبعد فترة كده بسيطة نكتب الكتاب على يد مأذون؟ اهو ده بقى اللي انا محبوش، ما طقوش الفصال. ليك غرض تتجوز دلوقتي؟ اهلا وسهلا. امرك. انا احب بقى اللي يسمع كلامي ويطوعني. طب بس يا ريت يا ريت الموضوع ده محدش يعرفه الا انا وانتي. موضوع ايه؟ موضوع جوازنا. حاضر. انا ليا عندك شويه طلبات. كل طلباتك مجابه حبيبتي. مش لما تسمعهم الاول؟ سلام عليك يا فندم. ما انا سبق وقلت لك قبل كده اي حاجه يا حبيبتي عايزاها تأمريني وانا انفذ. المهم نتجوز امتى؟ مستعجل؟ قوي. يبقى نتجوز بكره ان شاء الله، بس الاول هديك ورقه وقلم ومليك كل طلباتي. لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش. ده لسه صاحي يا عبودة؟ ده أنا افتكرتك نمت. صدق الله العظيم. حنام يا أمي دلوقتي حنام. نوم العوافي يا أخوي. قولي يا حبيبي، هما حشوا بهية في المستشفى ليه المرة دي؟ الدكتور بيقول انها ضعيفة ولازم تستنى شوية في المستشفى. ما تقلقش يا دناي، ربنا ان شاء الله هيرجعها لولادها بالسلامة. يا رب يا رب يكبر بخاطرنا جميعا. قولي انت قلت لي سميته البنت ايه؟ صبحيتها دي الساعة تيجي 3:30. أبو سيدك يا عيشة كلمي خليك. مالك يا بهية؟ مالك يا أختي؟ مفيش وقت مفيش وقت يا عيشة. حاضر كلمي بسرعة تشتغل عليك. عبد الرحمن بهية تعبانة قوي يا أخويا عاوزة تشوفك. ما تتأخرش عليا يا عبد الرحمن. اوعى تتأخر يا حبيبي.
طمني يا اختي. زمان واصل المستشفى دلوقتي. يا رب. طلعوا ايه بسالي يا رب. انتي حلوه وزي الفل يا بهاجي. يا رب اشفيك يا بهاجي يا رب. يا رب هات الحوائج سليمه يا رب. خليكي لولادك يا رب. ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ عبد الرحمن فين؟ زمان وصل المستشفى بهاي. طمني يا دنايا. ايه انا كلمت الدكتور في البيت زمان وجاي. مش عارفه يا وهيب، انا مش عارفه تاخد نفسها وتسال عليك. مالك يا حبيبتي؟ عبد الرحمن كويس انك جيت. بلاش تكلمي، اذا كان ده هيتعبك لحد الدكتور ما يجي. مفيش وقت عبد الرحمن، خلي بالك من زهر ونجوى وفضل. ليه بتفرقي بينهم؟ السبع بناتي مستحيل افرق بينهم. عارف يا عبد الرحمن، انا كنت اسعد ست وانا عايشه معاك. عمري ما حلمت بزوجتين. وانا عمري ما حلمت بزوجه زيك. خير يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت خرجت بدري؟ انا اصلي ما حسيتش بيك. اه حبيبتي، انا لقيتك رايحه في النوم ما حبيتش اصحيكي. انت عارفه الحاج عبد الرحمن العطار؟ الباقيه في حياتك. عبد الرحمن؟ امال مين؟ مراته؟ خضتني يا اخي. انت متاكد انها مرات عبد الرحمن العطار؟ اي حرم الحاج عبد الرحمن صالح العطار. انا هبعت تلغراف تعزيه. حبيبتي انا ما اعرفوش كويس. حاضر حاضر، انا هروح اعزيه بنفسي. مع السلامه. حظك الوحش يا فيفي. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قلبك يا بنت والعياد ده، يا ريت العياد بيفيد. ناديلي عمتك، ناديلي. ايه يا حبيبتي؟ بنتي عايشة. انا مش ناسية ولا حاجة، لكن اللي سلمت عليا من شوية دي مين؟ دي سرية. مين؟ سرية. ايه؟ هي دي سرية. فيها الخير. سرية مين؟ لا اله الا الله، سرية اللي كانت متجوزة سيف اخوك. هي دي. هي دي اللي ولدت مع المرحومة الله يرحمها في ليلة واحدة. جابوا ايه؟ ما تشلنيش في الليلة دي. لحصل بهية بوس ايدك. اي حبيبتي، دولة ديت مراته التانية. خلاص مش نقوم بقى عشان نلحق المواصلة؟ استني شوية يا كريم. معلش، ما هو عبد الفتاح ابني هيوصلنا بعربيته. ايه الباقية في حياتي؟ حياتك الباقية، ما نجلكيش في حاجة وحشة. الباقية في حياتك، ما نجلكيش في حاجة وحشة. شد على الله. حياتك الباقية. اتفضلي.
شدها لك يا عيشة. شد على الله حبيبتي. بقولك يا عيشة، مين اللي كانت قاعدة جنبك في الكرسي؟ دي فيفي. هي دي مش كان في كلام عليها يا عبد الرحمن؟ لا يا حبيبتي، دي فيفي الرقاصة اللي كان سيف أخويا هيتجوزها. عبد الرحمن أخويا زي بالظبط، قلبه ما يدقش غير مرة واحدة بس، وعمره ما حب ولا هيحب واحدة غيرك. شو وقت الكلام ده بقى؟ عايزين نروح. يلا يا سرية، لا مؤاخذة يا سرية. اتفضلي. مع السلامة. شرفته. الباقية في حياتك يا سعد. حياتك الباقية. شد حيلك يا عبد. شد على الله. أنا مش عارفة أقول لك إيه، لكن أنت عارف إن أنا حاسة بيك أوي. قلبي معاك. تحب أوصلكم؟ لا، ما تحملش هم، أنا معايا عربيتي. عن إذنك. مع السلامة. البقية في حياتك. حياتك البقية. شفت يا عبدو؟ شفت انا حظي وحش ازاي؟ فيفي مش وقت الكلام ده. انا مصيبتي كبيرة. حظك وحش في ايه؟ ده انت ولد فتحت لها طاقة القدر، وكل الناس بيحسدوكي. كل ده ما يسويش حاجة لو كنت اتجوزت عبده. يا فيفي، ده انت هتفتحي الموضوع ده تاني؟ ما كفايه المصيبة اللي حصلت للراجل، سيبيه بقى في حاله. تصوري يا ريري، تصوري لو كنت بس صبرت كام يوم، كام يوم كان زماني متجوزة عبده دلوقت. وانتي ايش دراكي انه كان هيتجوز بعد موت مراته؟ ايش دراني دي؟ طبعا كان هيتجوزني. امال انتي فاكره ايه؟ ما هي المرحومه هي اللي كانت واقفه بيني وبينه. يعني لو ما كانش متجوز كان هيتجوزك؟ طبعا. امال ايه اللي هيخليني افرقع واموت؟ طب استني بس، ما انتي متجوزه راجل زي الفل، وليه شنه ورنا؟ بالذمه دي اكلمها اقول لها ايه؟ اكلمك ازاي عن الحب وانت كل همك في الدنيا انك تجبشي فلوس وتحوشي؟ انا برضو يا فيفي الله يسامحك، ما انت يا اختي كبشتي وحوشتي، ولاك منك شبعتي خلاص. صدقيني صدقيني، اجمل احساس في الدنيا انك تبقي جنب الانسان اللي بيحبك وتحبيه. الحب حاجة تانية صدقيني. طب بس 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 لجوزك يتوب علينا على غفلة ويسمعك. ما تخافيش، البي بيت الليلة عند الموكوسة مراته التانية. انت ما رحتش عزيت اخوك ولا ايه؟ اسألي ليه؟ يعني انا بقول العزة ملوش دعوة بالخلافات اللي بينك وبينه. وانت يا اختي ما رحتش تعزي ليه لما عامله نفسك صاحبة واجب؟ انا قلت لما شد حيل شوية هبقى اروح ازوره. انا بستغرب ايه الانسانية اللي هبطت عليكي مرة واحدة دي؟ انت من امتى كنت بتزغيهم يعني؟ حسيت نفسي غلطانه، بعدين الناس ما عملوش معانا حاجه وحشه.
ما عملوش معاك انت لكن عملوا مع جوزك. انت ناسي حكايه البيت اللي هفوقه وانطه؟ بعدين هم ذنبهم ايه يا سيف؟ مش هي امك اللي كتبته لاخوك واختك؟ وبعدين بقى بصراحه اخوك وامه مظلومين في حكايه الورث دي. بالذمه في ست عاقله تقول الكلام ده؟ دي فلوس ولادك ولا عايزه حد تاني يلهفها منهم؟ انا ما شفتش حد بالغباء ده. اهلا اهلا يا دوله، تتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يجعلها اخر الاحزان. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي يا دوله. يا اهلا وسهلا. اختي جميله يا نيل. الله اكبر. معلش بقى اتاخرت عليك، ما كنتش قادره. يا حبيبتي كتر خيرك. وازيك يا دوله؟ وازي سيف؟ كويس الحمد لله. انا ما بقتش عارفه اخوك ليه بيعمل كده. معلش اتفضلي يا حبيبتي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه القمر ده؟ معلش يا دوله، هو سيف طول عمره كده. ربنا يهديه ويصبرك على بلاوي. امال خالتي هنية فين؟ جوه مع البنت، يا دوبك بترضعها بالعافيه. وبتدوها ايه بقى على كده؟ والله بالعافيه يا دوله، لما بتاخد البزازه اللي فيها اللبن اللي كاتبه لها الدكتور. يا حبيبتي يا بنتي، ده مفيش احسن من لبن الام. ايوه ربنا يسترها معاها يا رب. انا خايفه على البنت دي قوي يا دوله. بس يا حبيبتي ساد ساد، عشان خاطر ستو هديتي حالي هقع على وانتي. معلش يا زورك يا بنت، زورك وقلبك. يعني عايشه الحقيني من البيت غلبتني. ربنا يديك الصحه يا خالتي. خالتي دوله مرات سيف اخويا. نركز في الاسامي. يا الف مرحب. مرحبتين. باقي في حياتك يا خالتي، حياتك الباقيه. ازيك يا عنايات يا بنتي، اهلا بيك. عنايات؟ ما قلنا دولة نركز في الاسامي. بوس ايدك. معاك. تشربي ايه يا دولة؟ لا ولا حاجه، بس تعالي اقعد. لا مش هنقعد، تشربي حاجه الاول. اتشبكت الناس من زمان، من يوم المرحومه نين. الف رحمه ونور عليها، ست ولا كل الستات الست صفيه. يا سلام يا سلام. هتقعدي تمصمصي كتير. ما اسمهاش صفيه، اسمها سيده. ابوس ايدك يا خالتي. سيده امي، سيده. حاضر حاضر. بس يا حبيبتي بقول لك يا شكريه يا بنتي، انت لسه مخلفه ولا شكلك كده؟ شكريه؟ ايوه يا خالتي، ولدت في نفس اليوم اللي ولدت فيه المرحومه الله يرحمها. الله يرحمها. وجبت ايه؟ حاكم اليومين دول في ماسوره بنات طافحه علينا. جبت ممدوح يا خالتي. ايه جبت ايه؟ مدبوح؟ اخس، في حد يسمي مدبوح؟ بقولك ممدوح. عندك اللحميه، ربنا يخليهولك ويحمهولك. بقولك ايه يا جبريه يا بنتي، ولا بلاش؟ قولي يا خالتي. بلاش بلاش، لحسن تزعلي وتتضايقي. وهتضايق من ايه بس يا خالتي؟ قولي عايزه ايه. بقول يعني انت بتستحمي كل يوم ولا كل يومين؟ يعني اصلي اقول بقى وخلاص، اصلي عاوزاكي يعني تحنيني البيت كده على البزاز. ازاي يعني؟ الا ازاي ترضعيها من صدرك مره واحنا نكمل بالبزاز؟ امال ام ازاي بس كده؟ انت تأمري يا خالتي فتحيه. ايه هنيه هنيه، انت بتسمعيش؟ خدي سامي قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى انا اللي اديك الاول. استنى. امهات ايه؟ امهات ايه؟ وانتوا امهات؟ تعالى يا اخويا تعالى تعالى. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رضعي كويس، انا مستنياك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.